لا يا بابا مش داخل حضرتك، مش كل مره، انا مرتين اجي القناه هنا في كل مره بيحصل نفس الحوار، بياخد حضرتك ما بياخدنيش، مش داخل. في ايه كسر سامعاك بتتكلم في حاجه؟ لا مفيش حاجه حضرتك، مش داخل. منورنا. لا منور حضرتك، مش داخل برضه. مش داخل فين الحلقه؟ حضرتك كل مره بتعملي نفس الكلام، بتاخدي والدي بتسيبيني انا هنا، انتوا جايبيني انا جايبين والدي. طب ما ده والدك. ما هو على عيني وعلى راسي طبعا والدي كل حاجه، بس حضرتك بتسيبيني بس الموضوع. لا مش داخل. مش احنا مكلمينكم انتوا الاثنين؟ والدك قرر ان هو اللي يدخل معايا يطلع النهارده، اقول له لا؟ ماشي حضرتك، لا مفيش اي مشكله حضرتك. والمره اللي فاتت قلت لك ادخلوا انتوا الاثنين، هو قال لك لا ما تدخلش. طب ما هو بيجي على دماغي انا في الاخر، انا ما كلمونيش بقى حضرتك. بص اتفضل اهو، انا مش قاعد، لا خليكم. لا 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 قيصر، الناس مستنيه الهوا. لا المهم اتصرف حياته. انا مش حضرتك، انت اللي عصبتيني، استنى حقه، خد يلا. يا نهار مش فايت، الاثنين مشوا، لا حد يجيبهم، يا تجيبوه تجيبوا بابا. يا لهوي ايه اللي انت عملته في ابوك ده؟ انت يا نيله يا ماما. مين حلال المعيد اللي انت وديته لابوك ده؟ الله يخرب بيتك، ابوك هيعلقني ويطلع عصبيته كلها في البيت لما يجي. احنا اللي مضايقك ان انا عملت في ابويا الحلاق ده، ومش مضايقك ان هو وداني للحلاق ده وخلاني اشتغل عنده وبوظش على الناس وكانوا هيعلقوني؟ ابوك وداك تحلق وبوظش على الناس؟ اه الحمد لله انا خلعت منهم اصلا. ده فين الكلام ده؟ هتلاقيه لسه منزله فيديو على اليوتيوب. اكتب ايه؟ اسمه لما تشتغل حلاق في الاجازه. لما تشتغل حلاق في الاجازه. يخرب بيتك، ايه اللي انت عامله في شعر الواد ده؟ زفت غور من وشي لغايه لما اخلص الفيديو. ايوه هو ده. عجله مين اللي خدها دي؟ كده يبقى سرق. لا مش عايز، انا مالي اصلا، يا اسمك انا مالي، استنى يا عم. خليني القصه بره واحده يا ماما. انا لسه دخل دول لبابا اعمل ويا ماما. ليه بتعمل ايه؟ انت اللي وديتني. صباح ما ضربتش دي يا حاج. خلاص يا حاج خش جوه بقى، الصباح رباح، لما نشوف بقى بكره الصبح. خش خش قدام على الاوضه جوه. الحمد لله. قفشت تعال. كل مره بتيجي عليا يا اللي لاغي بند لا سوي، انت حد كريم يا عم. هات بقى يا راجل. طب وربنا بلا من ديك برضه يا ابني. عايز ابلع اقول لك على حاجه، مش هتجيب بق يعني زي ما انا مش عايز يا حبيب قلبي تجيب بق من البيبس. انا مش هديك اي حته من البيتزا بتاعتك. انت جبتها؟ طب هات حته واحده، حته بس، ده انت اخويا. بس لو اديتني البيبس هديك البيتزا كلها من غير اي حاجه. جت؟ اه هات امسك. مش عارف رجعها لي. اه يا حبيبي ده كان زي قصاد بنتي. ايه ده؟ انت بتضحك عليا؟ يا ماما انت ما خفتش ليه؟ ولا مش قصدي اطلع العب بره. يا ماما انت استنى، انت قصدك تخضني؟ اه طب ما تقول كده. يلا تاني 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 هلعب معاك تاني. يلا يا اما يا نهار بيت بيت ايه اللي كسر جوه ده؟ ماليش دعوة. اندومي الطبق الامريكي زي كي اف سي، ولا الاندومي مش بيسبب السرطان بس هو بيزود افراز الوعاء الكلوي. ايه ده؟ انت بتصدق ايه يا حبيبي انت الكلام ده؟ ده كل دي فيديوهات وكلام وعيب بيقولوا اي حاجة عشان مشاهدات. والله يعني فيديوهات دلوقتي كلها كده. هو انا قلت اندومي بيجيب زفت يعني بيجيب زفت؟ طب حضرتك عرفت منين بقى ان اندومي بيجيب سرطان؟ طب هو انا بقول اي كلام؟ انا بقول كلام موثوق منه، لسه شايف امبارح فيديو بيقول ايه؟ هي كلها فيديوهات كده اهو. شفت يعني الفيديوهات؟ انا قلت اندومي ما يخشش يعني ما يخشش، مش انت دخلت الاندومي؟ كلمة، انت مش دخلت الاندومي البيت؟ حصل. مش انا قلت ما يخشش البيت؟ حصل، بس ما بعملش حاجة. يبقى ايه؟ لا دي بقى مش حصل بقى، مش كل مرة. هات الدب.